حرام الليلة دي في ملعبه فورة نهية فيها مكسبه عرض صعب غيره يغلبه شحن الكل فيها يكسبه أقوى كارت في مصر أقوى كارت في مصر أنا لو لمحته هينا ونو عايشها وبيحلو لازم يخاف من العوم سؤال إيه؟ دي شكلها تعويذة يا معلم تعويذة؟ لا ما تقلقش هفكها لك كده بسرعة يا ابني لازم تهبني بلاش تتعبني حضر يا مامي اكبر ما فيكم بيعرف عرضي بيفلق ويجري ايه غرعت يلا الزحادي بتاعتي وانا مش هكافي شعبية الهية عمري في يوم ما سبحي حبيبني مش حبيبني لو جربت مش هتسيبني ولو فكرت في يوم تسمعني اعمل سيرش وخش وجبني بتقول ايه اقوى كارت في مصر تيمور انت نمت يا ابني اسحب يا بابا انت عاوز اقول لك يقول لك انا الكبير قول له مش طالبه فرافير